اهلا وسهلا اخواتي، نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بعتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله بمناسبه عيد الفطر غادي نحضر معكم الحلوه المحبوبه، حلوه ريش بون، سهله ولذيذه وسريعه التحضير. خليكم معايا تشوفوا مقادير وطريقه التحضير. في اناء اللي غادي ندير فيه واحد 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، وذلك كيكون على حسب حجم البيض. كذلك غادي نضيف قبيصة ديال الملح، كذلك نضيف كاس الا ربع من سكر سنيده، وغادي نخلط المكونات من السكر والبيض جيدا. غادي نخلطهم مزيان حتى يتجانس هذاك الخليط. نخلط مزيان كما كتلاحظوا. كذلك البنات غادي نضيف كاس الا ربع من الزيت اللي كيكون كاس ديال العنبه. هنا البنات كنت ضفت قشر الليمونه اللي كيجي زوين الصراحه، وكيعطي واحد البنه واحد النكهه في هذه الحلوه هذه. وغادي نضيف جوج خميره، عفوا كيس واحد من خميره الحلويات، والدقيق حسب الخليط اللي كنكون مغربلاته، كيكون الدقيق من النوع الممتاز الخاص بالحلويات. غادي هنا غادي نخلط العناصر جيدا. ما غادي نحتاج ان العجينه ما تجينيش مرخوفه وما تجينيش قاسحه، يعني تجي لينه. غادي نحاول نجمعها. هنا غادي نزيد نضيف شويه ديال الدقيق باش تجمع لي هاد العجينه هادي. نضيف الكميه المتبقيه، هنا البنات من بعد ما جمعت العجينه ديالي كتحاول يعني كتبغي يعني كتلصق لي شويه في اليد، كنستعن كندهن يدي شويه بالزيت. صافي كنكون موجده للصينيه او اللاطه اللي غادي ندخلها للفران. كنشكل هاد الحلوه هادي كويرات كما كتلاحظوا. غادي نكملها كامله من بعد ندخلها للفران باش تشوفوا معايا تتمه ان شاء الله الفيديو.
هنا البنات من بعد ما طابت الحلوة ديالي، هنا كنت جهزت شوية ديال المربى ديال المشمش، مش المشمش، وشوية ديال الكوك. غادي نغطسهم شوية الوجه ديالها في المربى، ونزيد في الكوك، ونستمر حتى نكمل العملية كاملة. وصراحة البنات كتجي بهذه الطريقة، يعني أنا عارفة بلي كل وحدة وطريقتها في تحضير حلوى الريش بوند. أنا كانت هذه هي الطريقة ديالي اللي معتمدة عندي، وكتجي لذيذة ورائعة صراحة، المذاق ديالها لا يقاوم. يعني جربوها غير بهذه الطريقة، راها سهلة وبسيطة. ونخليكم مع تتمة الفيديو حتى إن شاء الله نحصلوا على الشكل النهائي ديال هذه الحلوى ديالنا. البنات الحلوه ديالنا كانت على هذا الشكل، هذا زينتها بالكوك والمربى، وكتجي لذيذه. ومن خلال هذا الفيديو نقول لكم مبروك عيدكم، ان شاء الله تعيدوا بالصحه والهنا وطول العمر. ونخليكم فيديو جديد ان شاء الله دائما مع اماني ام انور. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.